مساء الخير. مساء الخير. نحن عم نحكي اليوم عن ريادة الأعمال والبزنس والمشاكل اللي بتيجي معها. هنحكي بزنس. احنا هلا حينضم لنا ضيفنا. هاي مرحبا أليكس، كيفك؟ هنحكي نحن عن البزنس ومشاكل البزنس، وإذا حابين تعملوا فكرة بزنس مشروع معين هنغطي نحن المعلومات اليوم على كيف نحن كيف لازم التسويق لينعمل البزنس تبعونا، كيف فينا نعرف اذا الفكره منيحه او مش منيحه، كيف فينا نقرر باي بلد نبلش فيه باي مدينه، شو لازم نعمل على تيك توك لحتى نبيع اكثر، كيف فينا نعرف اذا بنربح، كيف نعرف اذا ربيح الفكره. حنحكي اكثر كمان مثلا على التوظيف كيف بده يكون، واذا نحتاج رخصه للشركه وكيف نحتاج رخصه للشركه. يعني هذه هي المواضيع الاساسيه اللي رح نغطيها نحن سوا. ومعنا ضيف، حيكون معنا عنده فكرة بزنس وحنحكي فيها أكثر أنا وياه هالوقت. عنا سؤال، مرحبا، عن بزنس العطور. بزنس العطور، إذا شو الفكرة؟ حابين نبيعه عن طريق الإنترنت أو عن طريق إنستغرام أو تيك توك؟ هذه فكرة العطور. الحلو بالعطور إنه تصنيعه ما بيكلف، تصنيع العطور ما بيكلف، الكلفة من 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 غالية. يعني حيلا حدا ممكن عم يشتري عطور ب 200 ريال، قنينة ب 200 ريال، هي كلفتها عليكم مش 200 ريال، انتوا عم تبيعوها ب 200 ريال بس هي كلفتها عليكم مش هيك. يعني هي حتى المادة والإزاز، يعني المادة والإزازة وهيك، هذه كلها ما بتكلف 200 درهم. ففي مجال كتير للربح ببزنس العطور، بس هي وين حت وين وين الصعوبات؟ خلينا نحكي بالصعوبات اللي لازم نتخطاها لننجح ببزنس العطور. اول شيء بدنا نخلق شيء بيسموه يعني هو البراند، الاسم المعروف، الاسم التجاري، ليصير الناس بتعرف هذا 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 المنتج وهيدي المؤسسه اللي بتبيع هذا البراند العطور. هيدا بده وقت لينعمل، فلهذا الوقت بده ينشغل فيه على دعايات. مرحبا اسامه، اهلا وسهلا. بنشغل فيه على دعايات، هذه الدعايات لحتى ينعرف الاسم وشو هي الشركة وهيك. من هيك بتشوفوا في كتير ناس يلي هن ممثلين ومصممين أزياء مثلا بيعملوا فجأة، أو مغنيين بيعملوا فجأة عطر خاص لهم، لأنه الاسم معروف، اسم معروف. فهذا أول عنا مرحلة بده ينشغل على الاسم تبع العطر لحتى الناس تعرفوا، هذه بدها تسويق لينعمل. تاني شغل بتساعد كتير العطور هيدي اذا بيكون في شخص معين، يلي شخص او شخصين او ثلاثه يلي مؤثرين يلي معروفين بالسوق، يلي هن الناس يلي الناس بتعرفهم. فاذا هن عم يصنعوا عطوركم يعني الانفلونسر المؤثر ليقدروا اذا هذا العطر حدا استعمله انه هذا بيعرف انه هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان بيستعملون. ثالث شغله، اذا بدنا نبيعه عن طريق الانترنت، يعني طريقة بيع العطور عن طريق الانترنت، الانستغرام وفيسبوك كتير بيساعد. عندهم منتج جديد فيسبوك اللي اطلقوه بشهر 5 السنة، مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك عم يعطي وقت خاص خصوصي لحد ما على هذا المنتج لا يقدر يحسنه، يلي هو اسمه فيسبوك شوب، يلي هو بيكون في متجر على انستغرام، متجر على فيسبوك، متجر على واتساب. يعني اذا هلا انتم على واتساب بكره حتشوفوا عم تتعودوا، حنصير بكره نبيع ونشتري عن طريق الواتساب، حيكون في متاجر ضمن الواتساب عليها المنتج اللي بقلبها عطور وبقلبها اكل وبقلبها ثياب، فيكون بقلبها كل شيء، كل شيء في برانيت فيه وبقلبها كل المنتجات. فهيدي النوع، هيدي المنتجات، يعني هيدي المنتجات عن طريق فيسبوك وانستغرام وواتساب بتنباع هونيك. فهي بنفكر فيها كواجهة إلكترونية لنا. سو الواجهة الإلكترونية هي اللي عم نحكي عنها نحن، مثل المحل، يعني كانوا مستأجرين نحن محل وعنا واجهة وحاطين المنتجات وبدها الناس تشوفها وتشتري منها. نفس الشيء عم تكون على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى واتساب. فهيدا السوق اللي بينعمل هون عليه. والحلو كمان بهذا المنتج تبع فيسبوك اللي هو فيسبوك انستغرام واتساب شوب، الحلو فيه انه فيكم تعملوا فيديو كيف هلا بنعمل نحن لايف نحن وياكم، فيكم تعملوا لايف وتفرجي فيه العطر. هذا العطر بتفرجوا يعني باللايف، بتفرجوا فيه وبتحكوا عنه، بتحكوا عن مكوناته، بتحكوا عن العلبة كيف معمولة، بترشوا منه شيء وبتحكوا عن ليش لقيتوا هالنوع المنتج، هالنوع المحتوى، المحتويات اللي فيها اللي بتعطي هيدي الريحة المعينة هون. فيكم عندكم ضيف تاني، فيكم تحكوا بصيروا اتنيناتكم على اللايف عم تحكوا سوا فيه، هذا أكيد بيساعد.
واذا ان شاء الله حدا اشترى عن طريق انستغرام، اشترى هالمنتج هالعطر، هالعطر بدنا نوصله اياه لهالشخص. فهون طريقه توصيل العطر منه كثير، هلا في الوزن بس مش وزن كثير كبير، مش كانه عم نبعت لابتوب او عم نبعت شيء وزنه كثير كبير. فلما نحن هذا المنتج العطر لما بيتوصل للشخص فهيدي مقبوله كثير كلفتها. وفي طريقتين مشان العطور او حي المنتج ثاني، فيكم تعملوا على موقع خاص لكم، يعني موقع على الانترنت، موقع انستغرام، موقع فيسبوك، وموقع واتساب للبيع اللي حكينا فيه اللي هو فيسبوك شوب، او كمان فيكم تستفيدوا من امازون ومن نون، يعني بالسعودية والامارات مؤسسة امازون ومؤسسة نون عندهم امكانية يوصلوا لمنتجكم لعدد كثير كبير من الناس. ففيكم تحطوا هيدي العطور عندهم هني، فهني بيهتموا بالتسويق وبالتوصيل، بيساعد كثير بهذا الموضوع. فان شاء الله يكون اجبت على الاسئله تبع عن تجاره العطور كيف تنعمل. واذا بعد في اسئله عن الموضوع بليز بالتعليقات، واذا عندكم افكار بزنس ثاني او موضوع ثاني بدكم تحكوا فيه اكثر بهذا الموضوع انا مستعد احكي فيه. وحينضم لنا بعد شوي ان شاء الله ضيفنا باسل، اذا شكله عندنا مشاكل تقنيه اليوم لحتى نشوف بعض، بس ضيفنا حيكون لايف معنا ونحكي اكثر عن اسئلته عن البزنس وكل شيء يعني. واذا انتم بهالوقت عندكم اسئله معينه انا حاضر جاوب عنها، حيلا سؤال اللي خصه بالتجاره الالكترونيه، بالتوصيل، بالبيع عن طريق الانترنت، كل هذا بيساعد وفينا نحكي فيهم كلهم هون. لانه واحد انه يعمل بزنس وفكره بزنس صعبه، وفي اسئله معينه اكيد عندكم اياها لتتسال. اذا واحد بضل بوظيفته كيف يفتح بزنس ثاني، بزنس خاص فيه خارج الوظيفه يلي بيكبر شوي شوي. عندنا سؤال، كيف بدي اسوي المنتج كونه جديد؟ اوكي، كيف بدي اسوي المنتج كونه جديد؟ رح افتح بجانب محل له سمعه قويه. فعم نفكر نحن بدنا نسوق العطور مش عن طريق الانترنت، عن طريق مكان. هلا انا اللي عندي شوي ما برتاح له انا لما نفتح محل يعني فتنا بتكلفه اجار، يعني عاده كمان اجار يمكن سنه يمكن 3 سنين، يعني اذا محل تجاري يمكن يطلب منكم اجار 3 سنين. فانا بس ما برتاح فيه انه في حال ما حبينا نكفي بالبزنس الاجار مربوطين فيه على سنه واثنين وثلاثه، يعني هذا بيكلفنا. ثاني شغله، اذا المحل بيكلفنا كثير الديكور، يعني بده يكون في ديكور ونجمله واضاءه واناره وضيافه، يعني حيكون في كثير تكاليف للمحل. بس يلي عملتوه صحيح انه فتحتوا محل جانب محل تاني اللي عنده سمعه قويه، السمعه القويه اللي هو ان شاء الله بيجيب اجر، يعني بيجيب ناس يلي بيجيب ناس على الـ بيجيب ناس على الـ شو اسمه على المحل، على المنطقه او حد المحل يلي انتم فيه. بس ضروري هلا بايام كورونا انه نقدر يكون في على الانترنت، عم نوصل كثير على الانترنت. ف يعني في يعني مهم كثير بموضوع الانترنت انه نقدر نوصل، يعني بده يكون في ناس تعرف على الانترنت، مش بس كمحل، هذا اكيد كثير بيساعد يعني. فيكون في عم نقسم بين الانترنت وبين المحل التجاري. شو بعد في عنا شيء اسئله عن تبع عن محل العطور او عن غير التجاره؟ لانه ضيفنا باسل شكله حاضر. مساء الخير. اخيرا سمعنا بعض. اوكي، انا اسف كثير على الخطا، لكن سبق شرحت للانسب انه كان عندي هذا البرنامج. اكيد، بس اهم شيء كنت سامعني منيح، لانه احنا موضوعنا اليوم اللي نحكي فيه عن البزنس وعن الواحد كيف بده يفتح بزنس وكيف بدنا نعمل فيه تسويق وشو المواضيع التقنيه اللي موجوده وكيف بدنا نعملها اذا احنا موظفين بالنهار، كيف بدنا نعمل بزنس بالليل. تماما سامعك. اوكي، انت سامع منيح وريت صوته منيح طالع على فينا نبلش نحن بهذا الموضوع، بموضوعنا ريت فينا نبلش فيه. سامعيننا منيح؟ سامعينه كثير منيح. اوكي طيب، اخ باسل كيفك اليوم؟ الحمد
واليوم عم نحكي كلنا سوا. تمام الحمد لله. خبرني شوي اكثر عنك، خبرني شوي اكثر عنك، عن اهتماماتك، عن شغلك اللي بتعمله بالنهار وشو بتعمل بالليل، عن انواع شغلك وعن هالامور، فخبرنا شوي اكثر. أنا باسل من سوريا طبعا، عمري 23 سنة، عفوا 25 سنة. 23 و 25. قرب قرب بس شو مشتغل تغيرت؟ بدقيقة غيرنا، نعم بدقيقة نعم بدقيقة كبرنا سنتين. 23 أو 25؟ والله مشكلة الموضوع مو بس سوري ولا ياي. أنا هون تقريبا من 5 سنين، فيعني عندي اطلاع كبير عن سوق العمل بس قول هون، يعني هون بألمانيا. هون وين، يعني بأي بلد؟ بألمانيا طبعا. اوكي، يعني انت من اهل سوريا بالمانيا. نعم بالضبط. فصار عندي نخبة كبيرة بالنسبة لموضوع العمل، بالنسبة لإنشاء شركة صغيرة، شو المتطلبات اللي الشخص اللي بيحتاجها. لكن أكيد بأنه دائما الإنسان بضل بحاجة لمعلومات من أشخاص متمرسين أكثر منه، من أشخاص متمرسين بالمجالات كمان المختلفة، لأنه مثل ما بتعرف بأنه الحياة بأنه الحياة بشكل عام مرتبطة ببعضها، صعبة. لا لا فالمجال لا يا باسل، أكيد صعبة على الكل، خاصة السنة يعني. تماما تماما، فكله إنه لازم يكمل بعضه. فمن هاي النقطة بأنه الأشخاص بأنه لازم نكون في معرفة أكبر، الواحد بيحاول قدر المستطاع يكون عنده معرفة أكبر بالمجالات الأخرى اللي بتكونها لها علاقة بمجاله. بالنسبة لي أنا اشتغلت هون بتجديد البيوت وبإضافة تكنولوجيا لها، مثلاً بشكل عام. يعني انه هلا هون بالنسبه لالمانيا ما في عندهم انه كيف بدي اقول لك اوصفك اياها بالضبط، انه ما بيهتموا كثير بالتكنولوجيا، انما بيصنعوا التكنولوجيا لغيرهم، عرفت كيف؟ اوكي. وانت دورك على يعني تقني اكثر، يعني ترميم او تركيب هالتقنيات بالبيوت؟ تماما نعم. اوكي. طيب، وانت عم بتفكر تعمل شيء بزنس خاص لك؟ تماما. انا سبق حكيت عملت كذا بزنس، لكن كانوا طبعا انه شيء بسيط انه شيء صغير، لكن محتاج بعض الافكار الجديده، محتاج اذا في مثلا نصائح تعني. طيب، خلينا نحكي عن، انت قلت لي جربت كم شغله خارج وظيفتك، خارج جربت تعمل كذا كذا نوع بزنس، او يعني في شيء جربت فيه في شيء ما جربت. خلينا نحكي بالامور اللي جربتها. شو يعني مثل شو وشو شو وشو يعني شو عملت لحتى استفدت، وشو عملت لحتى وشو ما استفدت فيه؟ اللي استفدت اول شيء اللي عملته، اول شيء حاولت اخذ شغل صغير وشغل مستقل، لانه بصراحه ما كان في عندي كثير خبره بهذا المجال، فكنت من ضمن احد الاشخاص. نعم. وهذا الشخص كان عنده شركه كبيره، فانا اخذت هذا المشروع عن طريقه، جبت العمال، انا عملت البلان، انا خططت لكل شيء، اضفت انه كثير خصائص وكثير ميزات غير اللي كان طالبها العميل نهائيا. طبعا بال كيف انت كيف عم تجيب كيف كيف عم تستقطب كل العملاء بس، يعني كيف كانوا بيعرفوا بشغلك وانت عم تعمل هيدي، كيف عم تستقطبهم على شغلك؟ العملاء قلت لك كان اول مشروع لي، كان في شركه خادمه، شركة قديمة طبعا، وأنا أخذت هذا المشروع عن طريقهم هن، لأنه سبق وحكيت لك بأنه ما كان عندي خبرة كبيرة بهذا المجال، لذلك اضطريت أخذ من عندهم هن. يعني ما أخذت بشكل دايركت، لأنه ما كان عندي إنه ما عندي زبائن أو ما كان عندي عملاء، ما عندي تواصل مع العملاء بشكل مباشر. نعم، عن طريقهم هن.
طيب وانت قلت لي تمام. اجى يعني لان البزنس باسل فيه استقطاب العملاء، يعني الناس كيف بدها تعرف فيك لتجي لعندك بالتسويق او ناس بتقول لك، وفي القسم الثاني وهذا اللي برأيي هو أهم نقطة بالموضوع. يعني في يعني هو في يعني في كذا شق، في عندنا الشق اللي هو استقطاب العملاء اللي هذا بيلعب دور كبير، يعني يا عن طريق التسويق او ناس تعرفك وبتجي على البزنس، او عندك شق، وبعدين عندك الشق الثاني هو بعد ما يجي العميل تطبيق الشغل، واذا انت اختصاصي بشغلك مثل ما انت عم تحكي، يعني هيدي هينه عليك، اجى الناس لعندك وطبقت انت الشغل واعطيتهم الخدمه ومشي حالها. وكمان عندك موضوع اللي هو الفلوس، يعني كيف دفعوا لك عن طريق الانترنت كاش، قدرت تحصل ما تحصل، وانت كمان قبضت فلوس، عم تدفع فلوس لغير ناس لحتى تعمل الشغل، يعني فهول يعني في هالكذا نوع، هالكذا نوع من هالكذا شق بهذا الموضوع. فانت اكثر شيء تمام حاضر ايه تفضل. تفضل استاذ تفضل. الى فخلينا نحكي عن مثلا استقطاب العملاء، هيدي عم نحكي هي اهم شيء لحيال البزنس، يعني لك او الناس عم بيتابعونا، يعني حيال شيء واستقطاب العملاء لحيال البزنس هو اللي بيأثر كثير، يعني بيلعب دور كثير كبير. يعني سبب حكيت لك استاذ بانه استقطاب العملاء هو كان عن طريق هاي الشركه، لانه هاي الشركه كانت انه مؤسسه و وعنده انه زبائن وعنده كل مؤسسه شيء. من ضمن الزمن وفي عندهم عملائهم، فهن عندهم كمان عده طرق لاستقطاب العملاء، منها الانترنت يعني بينشئوا اعلانات، نعم ومنها المعارف بانه مثلا كان احد العملاء عندكم انتهى من المشروع تبعه، انتهى من الشيء اللي عمله عندهم، رد نصح اشخاص ثانيين بهاي الشركه، عن طريق ذلك بلش يصير عندهم معرفه اكبر وبلشوا يشتهوا اكثر. نقطه ثانيه بالنسبه لدفع الاجور مثل ما حكيت، هلا بالنسبه هون بمشكلة بألمانيا إنه موضوع الضريبة هو أغلى من باقي الدول الثانية، يعني بنسبة أكبر شوي. هلا لكن كل شيء خصو بس بالضرائب والتكاليف والتعويضات وهيك، هذا بيعتبر بكلفة حي البزنس، بيكون مثلك على مؤسستك وعلى مؤسسة غيرك، يعني عليك وعلى غيرك، فهذا أسس طبعا أساسية من البزنس يلي ما بيتغير. يعني هو وين بتصير الإفادة؟ إذا قدر الواحد إنه بتطبيق الشغل، يعني أنت بتقول أنت عم تركب وتعمل عم تطبق الشغل بإيدك أنت ومعك كم شخص معك، إنه كيف تقدر أنت تطبق الشغل بجودة عالية وبتكلفة مقبولة وأقل تكلفة، لأنه بالآخر تماما. وهاي النقطة بأنه أنت لما بدك تجي تطبق هذا المنتج بشكل بروفيشنال، يعني تجيب أشخاص متمرسين لحتى يطبقوا هذا المشروع، فأنت محتاج لأشخاص ذو خبرة كبيرة، وهدول الأشخاص ذو خبرة كبيرة بالتالي كمان حيكون أجرهم مو مثل أجر الأشخاص العاديين اللي عندهم خبرة لبعض السنوات بس. هاي النقطة انه عم بقول لك بالنسبة للضرائب، لأنه هون حيزيد الدخل، حيزيد المصروف والدخل حيبقى ثابت. نعم نعم طيب الدفع، تفضل. طريقة الدفع أول شيء بيجي العميل ايه تفضل تفضل. على الشركة بنتفق على النقاط المحددة، بنتفق شو بالضبط هو بده، إذا عنده الأيام الجاي إذا مثلا عنده إضافات، عنده تعديلات حابب يرد يضيفهم، خطط له فكرة جديدة، نحن بنطرح عليه عدة أفكار إذا بحب بيختار إحداها. نعم وطبعا هذا يعني كل سؤالك مع بس بكون معك. لا تفضل. لا بس كمان عم كمان عندي كان سؤال من هبة يلا حكوا معي، شفت سؤالكم معك بس خلينا نخلص مع باسل ونبدا. اكيد تفضل. انا اسف كثير بس بالنسبه لل هنيك ما بحس نشوف اه مش هيك مش هتقدر تشوف معنا. خلص طالما انت سامعني بيكون تمام. هيك انا حبيت اعرف منك اكثر، شو في عندك اسئله، شو في عندك صعوبات صارت معك قبل بالبزنس تبعولك، وشو عندك اسئله بهالموضوع لحتى انا اقدر اساعدك شوي اكثر بهذا الموضوع، يعني كل شيء خصو باستقطاب العملاء بالتسويق
او بتطبيق الشغل بالاكزكيوشن او او بالبيلينج بتحصيل المصاري والفلوس والفاينانسز وهالبر. هلا اهم نقطه انا عندي بانه استقطاب العملاء. اوكي. انه حابب لو انه مثلا يكون فكره مختلفه عن الباقيين، او مثلا شو هي الاليه اللي بينبنى عليها استقطاب العملاء بشكل اساسي لهيك شركات. اوكي هلا وانت كمان شركات صغيره ما انا عم نحكي ايه كمان عم نحكي شركات صغيره اكيد اكيد عم نحكي شركات صغيره اللي هي شخص واحد او 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 عدد قليل من الاشخاص ومحكي كل واحد عنده يعني عندنا كميه قليله من المصاري لنقدر نتصرف فيها. طيب هلا انت عم تعمل هي خدمه بقلب البيوت، ما هيك انت عم تعمل نفس الخدمه هذه بقلب البيوت عم تعطيها وتركب يعني، فانت عم تعمل تسويق لهذه الخدمه ما هيك، مش لمنتجات. لا مش انشاء منتجات، لا اوكي، انما هو ليك خلص لا خلص فهمت عليك. هلا انت يعني تجديد المنازل والمكاتب والشركات الصغيره بشكل انت يعني أفضل. انت النوع اللي عندك اياه هو خدمه، عم تعطي خدمه. الهبه اللي كنت عم تسال عنه هو هبة عم تسأل عنه، هي تعمل أكل، بتعمل أكل وعم توصلي، هو نوع من منتج لتوصله، ف يعني هني مختلفين وطريقتهم غير شوي، كل واحد طريقته غير. يعني أنت بحالتك أنت بس لأنه عم تحكي على خدمة للبيوت وفيها ترميم بيوت وتركيب تقنيات بقلب البيوت وكل شيء، بدك تقدر يعني أول شيء يكون عندك أنت معلومات عنك أنت، يعني مثل نوع من بورتفوليو، أو يعني فيك على جهازك على التليفون تكون معك أو على الإنترنت نحكي فيها هيدي، بس أهم شيء تقدر تجمع أنت صور وفيديوهات عن بيوت أنت رممتها واهتميت فيها يعني. وأحسن شيء تفرجي صور قبل وبعد، يعني قبل ما يفوت باسل على البيت وبعد ما فات باسل على البيت، كيف اهتم، كيف زبط، كيف عمل هالأمور. فهذا البورتفوليو لما بتجمعه أنت هني صور وفيديو، هول بيكونوا جاهزين معك على تليفونك. ليه نعملك على تليفونك؟ لأنه كلنا نحن بضل في عنا حدا من أصحابنا بنشوفه بنحكيه، رحنا على محل حدا قال له بدي أعرفك عن باسل اللي بيرمم بيوت، بالحديث فيك تفرجيهم هول شو عم بيصير، فهول بيكونوا معك أنت. أو إذا حدا من أصدقائك حابب يعرفك على حدا، أنت بتكون عندك فيديو مشكل فيه صور، هذا بتعمل فيديو واحد مشكل فيه صور قبل وبعد، يعني غرفة غرفة، بيت بيت، من برا من جوا، حسب أنت شو بتهتم شو بتشتغل فيهم هول. فهذا الفيديو اللي بتعمله أنت عن قبل وبعد، هذا بتعمله بضل معك أنت على تليفونك إذا كنت بجلسة حدا بتفرجيه. إذا حدا من أصحابك بده يعرفك على حدا، هذا كمان عندك إياه أنت هون، بيكون موجود هون فيها هيدي كمان بتساعد. وتالت شيء على مواقع مثل هلا مثل تيك توك اللي احنا شغالين احنا عليه هلا، يعني تيك توك يعني مثل ما شايفين احنا كلنا انه عم نقدر نوصل لعدد كبير من الناس بكذا بلد وبكذا لغه وبكذا موضوع. فانت فيك تركز على شغله في باسل على تيك توك وحتى على انستغرام، يعني هو الاثنين منصتين اكيد بيساعدوا. فيك تحط مضمون نصائح كيف واحد بده يرمم، كيف بده يظبط الشيء، اذا عنده مشكله نشر، يعني بتفرجي يعني فيك انت هذا بتفرجي ابداعك بهذا الموضوع. فهذا النوع المضمون شوي بتعبك لتعمله، بس هيدا بيساعد انه الناس تعرف فيك شوي اكثر ويسالوك اسئله. يعني مثل انا هلا نحن عم نحكي، نحن على اللايف بنحكي عن بزنس، بيسال حدا فايت على اللايف بالغلط عم يفوت يشوف شو عم بيصير، واذا عجبه الحديث وهيك بيسال انه انت مين وليش وشو عم تعمل وهيك، هذا كله بيعمل حركه حواليك باسل. فهالنوع الفيديو وهالنوع المضمون صعب عليك تعمله؟ لا مش صعب، اكيد ممكن، لكن اكيد هذا الشيء بيحتاج انه وقت، لانه مثل ما بتعرف انت اتمام المشاريع بتحتاج فتره كبيره، مو مثل انتاج منتجات بسيطه اكيد مسكة. بس اكيد بس اهم شيء بس تبلش انت من هلا انك تنتبه على شو يعني من هلا تحط براسك انه انت كل بيت بدك تعمله، كل فيديو بدك تعمله، كل شيء يعني كل شيء بدك تعمله بدك تصوره قبل وبعد، يعني حيلا مشروع، حيلا غرفه، حيلا شيء، من هلا ورايح بلش صور وجمع فيهم لهول، لانه هول صور هذا شغلك هذا تعبك بتجمع وبتحطه لحتى تقدر تعمل هذا انتاج له. انتاج الفيديو يعني عم بحكيك من تليفون، في تطبيقات ببلاش او يعني بسعر يعني سعر كثير قليل، يعني تحت ال 50 ريال، يعني تحت ال 10 دولار اعتبر،
الدولار الامريكي يعني. هذا هو اللي بتقدر بعدين بتجمعهم بتحطهم مع صوره مع مع عنوان مع موسيقى، طبعا هيك شيء مهتم هو فيهم، بس بدك تبلش انت بالاول بلش جمع هذه الصور هذا يلي بتسمح لك انه تكون عندك هذا يلي بيعني يلي بيعني له لباس يعني، هذا شغله لباس اللي بيعني له لباس. هيدي الطريقه اللي بتعملها هيدي كثير بتساعدك لحتى تقدر يعني تجمع معلومات عنك انت قبل. وكمان مشان هذا شق واحد، في الشق الثاني اللي هو انتاج المضمون. انتاج المضمون يعني هلا انت كان واقف بالنهار بشغلك فيك تعملها ام لا، فيك انت عم تعمل شغلك فيك تصور شو عم تعمل او صعبه مش مسموح؟ هلا بصراحه اي ممكن اكيد طبعا، لانه او ايه ممكن حتى الفتك نظرك على شغلي مارزن. اذا انت بالنهار عم تقدر تفوت على تيك توك بشغلك، انا عم فوت على تيك توك بالنهار عم شوف اللايف، عم لاقي في كتير ناس لايف عم بيفرجوا شغلهم يعني. مثلا عم شوف انا وحتى قصص يعني قصص سهله يعني، مثلا عم شوف ناس على تيك توك باللايف عم بيفرجوا كيف عم بيحضر هو محل فول، كيف عم بيحضر الفول يعني، فاتح لايف وعم بيكفي شغله عادي كانه يعني كانك انت قاعد عنده بالمحل. حدا تاني كان عم يعمل كيف عم بيحضر سمك، حدا تالت يعني في عم بتكون. فانا لما تصوره شوي لك بس اللي معقول يفيد انه انت عندك شغل وشغل يدوي وظاهر، فانت فيك تحط انت بتحط اللايف بتحط طريقه تحضيرك كيف عم تحضر كيف عم تعمل وهيك يعني. فهون الا ما يجيك اسئله الا ما يجيك توضيح فيك تفسر لهم على اللايف، او فيك يعني تكفي شغلك بتطول من وقت لوقت على اللايف بتشوفه هون وهيك يعني. وكمان بتسيب كمان بتحفظ لهذا اللايف لترجع بركي بتزيد قصه منه بعدين على 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 الفيديوهات على الفيديوهات تبعولك اللي بتعملها بعدين. تمام. لكن هون بنحتاج اعتقد لموافقه العميل، لانه هي خصوصيه لحالك. انا شو عم فكر لك ما بيهمني كثير البيت قد ما هو اعتبر انت عم تعمل خلطه، مش انت عم تعمل خلطات وعم تحطها على الحيط يعني. يعني انت بالاخر حتى مثلا الحيط عندي، حتى على الحيط عندي هون وين نوصل احنا وياك هون بالاخر، انت ما عم تصور يعني ما ممكن انك تصور كل هذا البيت، انت مطلوب انه الشق الحيط، فهذا الحيط هون الابيض فيه يكون حيط على حيط. الحائط هذا فيكون حائط بيتي بيتك بدبي بألمانيا محل ما كان ما بيأثر يعني. فهذا كله بالاخر انت عم تعمل الخلطه كيف بتخلط وتعمل وهذا يعني، هذا عم تصور على الخلطه وعم تصور على الحيط، فهيدا ما بيأثر لانه هذا الحيط حيط ما في ما في ما في شيء يعني. لا لا، لانه هو انا اذا حصور حيكون في تصوير بشكل كامل لكل البيت، لانه نحن لما عم ندخل مثلا نعدل على هذا المكان، فنحن ما عم نعدل على مثلا على حيط او اثنين او غرفه او غرفتين، نحن عم نعدل عليه بشكل كامل. فهمت عليك. طيب فيك تعمل شغله ثانيه انت، فيك تعمل شغله ثانيه. التصوير خارجي وداخلي والمحتوى المنازل. ففي بعض العملاء سألت صراحه عن هذا الموضوع، فحكوا لي بانه لا، في بعض العملاء بيرفضوا هذا الشيء لانه بيكون في عندهم بيكونوا أشخاص يعني عندهم مكانات حساسة، فما بيحبوا حدا يطلع على منزلهم. في كتاب شغلة تانية، خلي اللايف لشيء ما فيه خصوصية يعني. طريقة تحضيرك انت اذا بتحضر شيء بسطر ما حدا خصه، انت مصور السطر ما حدا السطر بقلبه غلط عم تخلط فيها شيء ما حدا خصه فيك، هذه فيك تعملها لايف. بس اذا بتحكي موضوع البيوت فيك تسجلها من تليفونك، مش لايف، تسجلها من تليفونك العادي وبعدين بس تحضر الفيديو وتقصص هذا. هذا اطلب اذن منهم، انا بطلب اذن منكم لحتى احطه بالبروفايل يعني، بتفرجيهم اياه انت. في قسم بيقول لك ايه، في قسم بيقول لك لا، اللي بيقول لك ايه بتستعمل، بيقول لك لا ما بيأثر، عندك غير البيوت بتستعمل. تمام. بتزبط معك هيك بس ساعتها؟ طبعا تزبط اكيد، لكن مثل ما قلت لك انه تحتاج وقت طويل شوي. كل شيء بده وقت يعني لاعطيك هدايا يعني. مثلا انا هلا انا ما اكل على لايف الساعه 12 بالليل عندي، انا تركت المكتب يعني لاجي خصوصا على البيت، لان ما حبيت اعمل لايف من المكتب، قلت تعمله من جو البيت هون. يعني تركت المكتب شي 10 ونص بالليل لوصلت لحد توصل البيت 11، لانه نحكي انا وياك اليوم على اللايف وهيك يعني. ف وصلت الساعه 12 يعني كله بده وقت وكله بده تعب وكله انا اعمله هذا، وما في شيء بيجي بالهين. لو بيجي بالهين كنا كلنا مرتاحين، بس ما في شيء بيجي بالهين، بس كله هذا صعب ما في غير هيك يعني. وانت عمرك 23 25 يعني، يلي بدك بقي رايي انت 25
طيب العمر ال 25 يعني الحمد لله معك، يعني الحمد لله في وقت، يعني في وقت بعد معك، يعني بعد 25 يعني فيك تجرب، فيك تغلط على 5 سنين وبعدها بعد عمرك 30 يعني، بكون بعدك مبلش بعد، يعني بعد عندك بعدك مبلش، بعدك مبلش شغلك وشو عم تعمل هيك يعني، بس هذا كله بس بده طولة بال ووقت يعني. طبعا اكيد. انا ما عندي مشكله بموضوع الدخل انه ينمو بشكل سريع، انما لا عندي هذا الموضوع انه من طبيعي جدا بانه يكون في خسائر، يكون في تجارب، في مثل ما تفضلت بانه اخطاء، لكن انا الاهم بانه اثبات الجوده، واحد اثنين اكسب عملاء بشكل اكبر. هاي النقطة، هدول النقطة اللي ما بكل الشغل، بكل البزنس، شو ما كان بالبزنس، بدك تحط خطوة على خطوة. يعني إذا عم نحكي دهان، عندك وجه دهان، عندك وجه فوق دهان، وجه بقى، يعني عندك بدك خطوة خطوة. كيف أول خطوة لك بس، يعني ما تعمل أغلاط كثير، ناس تانيين بيشتغلوا كثير شغل حلو وما عندهم صور، وعندهم شوية صور وما عندهم فيديو. فبلش أنت من بكرة، صح. بكرة أنت نهار الجمعة شغال، أنت شغالين بألمانيا. من نهار بكرة بلش تصوير وفيديو على تليفونك، بتخليهم عندك انت في قسم يلي انت بتلاقي انه منه محتاج لإذن هذا تبع تصوير هذا، وفي قسم بده إذن بتصل فيه إذن بعدين يعني. فشوي شوي هو هذا اهم شيء تبلش فيه. اذا ما نختصر احنا، لكن احنا بس موضوعنا الناس تعرف انت شو بتعمل، شو فيك تعمل، فبدك تفرجيهم انت شغلك قبل وبعد، قبل باسل وبعد باسل. فهون بدك تقدر تتأكد اللي تعمل هيك، بدك تصور هالصور والفيديوز وتجمعهم شوي 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 وتحضيرهم هون. يعني في حدا من أصدقائك اللي بيقدر يساعدك فيها، أو بتركيب الفيديو مثلا، أو في تطبيقات كتير على 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 هذا المجال. صح، ففي كتير من هالتطبيقات فيك تعملها لحتى تنعمل هيدي هون فيها يعني. وشوي شوي 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 بس. وانا بدي اشكرك، لانك عندك ضيف اليوم، وبدي اشكرك على اسئلتك. وانا بتشكر كثير على المعلومات القيمه استاذ. تسلم. وانا كل خميس المساء حاحكي عن مواضيع البزنس مثل ما نحكي نحن فيها هلا هون وهيك، ف ساعه اللي بدك تكون موجود تتابع، اهلا وسهلا فيك ان شاء الله. شكرا لك، تصبح انت بخير. هبه بعدك معنا؟ ساجد شنوك أهلاً، سمكي ياسر كيفكم؟ هبا بعدك معنا وطولنا عليك. أوكي، هبا كان سؤالة شو سؤال هبا؟ هبة سكتشن، فأنا حاعتبر إنه هبة عم بتحضر أكل أو تياب بسكتشن. حسين منوع، طبخ ونكات وضحك وفرفشة مرة وطبخة مرة ونكتة مرة، تمام. هيت نعمل لها فينا على بينينج، ريتا بليز شوفي لي كاين فينا، شوف كيف نعمل الفيورز وشوفي نعمل بينينج. بتعرف نسبة تزيد نسبة المشاهدات بصفحتها، حاعتبر أنا تيك توك، حاعتبر أنا على انستغرام. فهبا اذا انت بدك تعمليه على تيك توك، اللي بيساعد هو مضمون دائما يكون طلعه كثير، طلعه مضمون يومي، وصعب حتى انا عم بجرب بكذا شغله صعب، بس انت شوي اهي اذا بتدخلي وتحضري كل يوم. بتحضري انت كل يوم الاكل والغراض، هو اكيد بيساعد بالتصوير عم تعني، يعني انت بالتصوير عم تعني بتطلعيه على الصفحه، بيساعد هذا الموضوع هون فيه. الشغلة الثانية بهذا الموضوع يلي هو الهاشتاكس، يعني الهاشتاكس المستعمل بتيك توك هيدي أكيد بتساعد لحتى نوصل فيها هيدي الأكل، يعني الناس تعرف فيها صفحتك. وإذا فيك كانت تعمل شغلة هبة، فيك تفرجي تحت بتصير فيك تحضري أنت المضمون بطريقة إنه شو رأيكم بطبخ لحمة أو دجاج، بخلط هاي أو مع هاي، أو حابة غير شيء بدي أعمل هاي. فبالأسئلة هاي بتعملك حركة أكتر على الفيديو تبعولك، لحتى تقدري أنك بتسويق الفيديو على الإنترنت بتقدري أنت ساعتها أنه الناس تعرف فيها بصفحتك شوي أكتر.
على انستغرام غير، اصعب لك شوي على انستغرام، بدها تكلفك دعايات، انك تعمل دعايات وتعمل حركه دعايات وهيك على انستغرام، لانه هيدي اسرع طريقه لحتى انه يوصل توصل لعدد كبير من الناس. هيدي اسرع طريقه واحسن طريقه ساعتها يعني، منشان هيك يعني. فهذا هي يعني هذا بمختصر شوي هبه عن الطرق تبع نقدر نعمل التسويق المعين يعني، كيف بدي نعمل. اوكي، اذا ما عندنا بعد اسئله عن البزنس، اذا حبيت تسالوني بعدين انا حاضر كمان، اذا بدكم على الخاص تسالوا كمان نجي نتواصل نحن معكم بهذا الموضوع. بس يعني لفت نظركم موضوع البزنس والافكار البزنس اللي تنعمل، هي مش الفكرة الصعبة يعني، مش هي الفكرة أهم شيء. الفكرة في ناس بتعتبر الفكرة أهم شيء وأصعب شيء الفكرة، وهيك بيعتبروا إنه طريقة تطبيق الشغل اللي هن كيف استقطاب العملاء، وكيف لما يجي الشغل، لما يعني إجى العميل إجى لعنا، كيف حنطبق الشغل، شو حنعمل فيه. وثالث موضوع اللي هو حسابات الفلوس، اللي هو شو بيكلفنا نعمله، شو بيكلفنا نجيب لنستخدم العميل، بندفع عنا غير فواتير وغير قصص ما ندفعها، شو بدل معنا مصاري. فهذا عامة يعني بطريقة مختصرة هول القصص الأساسية بالشغل. وشو ما عندكم أسئلة أنتم بعدين عن البزنس وعن التسويق وعن شو لازم تعملوا، أنا حاضر للإجابة. وشكرا لكم إنكم كنتوا معنا اليوم، وأحلى تحية لكم.